كابتن محمد، انا عايز اسال حضرتك بقى عن الامور الدفاعيه والحته دي يعني بتاعتك، فاحنا محتاجين نسمع منك فيها. طبعا كنا اتكلمنا عن زولا ومحمد عبد المنعم، اتنين بخصائص مختلفه، محتاجين نعقد مقارنه بينهم، وحضرتك تقول شايف ايه الامور اللي نقدر نتكلم على محمد عبد المنعم فيها، وعلى الجانب الاخر زولا في الوداد المغربي. بص، في البدايه فارس، يعني عايز اقول لك حاجه مهمه جدا قبل ما اتكلم على المقارنات. الماتش الاولاني ده اللي على ارضك بيبقى ان ما يجيش فيه جون قيمتها اكبر من صح. انك تحرز هدف، ومتفقين لازم على ده، متفقين على كده، عشان دي مهمه قوي، لان دي هيتبني عليها كلام للمدافعين طبعا. مدافعين النادي الاهلي، المباراه اللي هي الاخيره بتاعه الدوري، انا احساسي كمدافع ان كان في ثقه شويه. حلوه الثقه بس ما تبقاش زياده، لان مباريات الدوري تتلحق، والمباريات دي بالتحديد زي ما قلت لك لا قدر الله الجون اللي فيك ده له قيمه كبيره جدا. لا، بقول لك الجميل في الموضوع ان هم اتحطوا تحت اختبار مع مهاجم كويس، احمد ياسر ريان ابن النادي الاهلي، قدر يعمل جيم كويس عشان نبقى واخدين بالنا جدا. عشان كده انا من انصار الاثنين المساكين، ما حدش عارف مين التشكيل بكره هيبقى مين، بس انا من انصار ان يبقى عبد المنعم وياسر، ما يبقاش الاثنين لعيبه كوره، لان احنا في الملعب بنسخن مع بعض. لو اتنين كويره بلغه الكوره، بتكلم بلغه الكوره، اتنين كويره وخدت الكوره ولفيت وعملتها معرفش، انا ببقى عندي احساس ان انا عايز اعمل حاجه زي كده، اطلع بالكوره كوره حلوه وانا طالع من تحت. انما ياسر ابراهيم ده مساك صريح، فايتر قوي بالظبط، وماسك راس حربه، هيبقى ممسوك. احنا مش بنكشف طبعا حاجه، قرارات طبعا. فكمان تاكيد لكلام احمد، عشان الراجل اللي هو سامبو ده راجل قوي وجامد، كسب 40 امتحان، 40 امتحان، فده عايز له واحد. ايوه اديله كده، يعني انا عايزك تجيب اجل. مش عايز واحد نص نص، عايز واحد قوي معاه طبعًا. وعايز واحد مساك شرس، اللي هو مش شايف الا انه مساك بالظبط، حاطط راس حربه راس حربه. واسيب الراجل الثاني ده لبناء الهجمات اللي هي هتبان بقى في تحليلنا للاثنين. نستعرض الارقام لكابتن محمد بحيث يقول لنا اللي قاله ده من خلال الارقام، ده زولا ومحمد عبد المنعم. طيب، عدد المشاركات طبعا الاثنين واحد، 10 و10، شباك نظيفه طبعا، تفوق لمحمد عبد المنعم، 7 و6. التمريرات الصحيحه دي بقى ده فرق كبير قوي اللي احنا بنقول عليه، 571 ل 356، فواضح ان عبد المنعم بيتفوق ان هو مركز رئيسي في بناء الهجمات، الكره بتطلع منه صح لنص الملعب، الراجل ده يعني بيمرر وخلاص. تاكلينج برضو يبان لك برضو الفرق 11 و7، التاكلينج الصحيح. فبرضو محمد عبد المنعم بيعمل التاكلينج لما يكون مضطر، هو مش من عادته على فكره، مش من طريقه لعبه ان هو يعمل تاكلينج كتير، هو بيحب يروح للكره اسرع وياخدها ويلف او يلعبها. فواضح برضو ان الثاني فيه برضو مشكله في التاكلينج. تدخلات دفاعيه 17 و8، تدينا انا انطباع ان الراجل ده محمد عبد المنعم بيجيد موضوع التغطيه على زمايله اكتر من ضعف. الثمانيه دي يعني هو برضو ايه، بيبص زي ما قلنا كده، بيبص للكوره ما بيبصش للي وراه وكده، فحته التغطيه دي مش قوي. المراوغه 1-1، تشتيت الكرة 24-37، برضو ده يأكد كلامنا في التمريرات الصحيحة، بيلعب بيخلص من الكرة بالظبط كده. آخر حاجة طبعا تسجيل الأهداف 2-1، يعني الاثنين طبعا هدافين، ومحمد طبعا يعني له باع في موضوع الأهداف ده. من الأرقام دي من الأرقام دي كده واضح إن هيكون في دور لمهاجم النادي الأهلي بالضغط على سولا. صحيح طبعا. طيب، عندنا يعني نروح نجم، يعني قبل المهاجمين نكمل مع الكابتن محمد خط الدفاع. عندنا علي معلول طبعا، يعني احد وابرز نجوم النادي الاهلي، والمدافع اللي بيساهم بنسبه كبيره ما شاء الله يعني في الاهداف. وعلى الجانب الاخر يحيى عطيه الله، يعني مدافع المنتخب المغربي. أيوه. ومقارنه كده بين ارقام الاثنين. المقارنه طبعا باين فيها تفوق علي معلول، وبالذات في الناحيه الهجوميه اللي هي بيتميز بيها علي معلول، واللي محتاجينها بشكل مكثف في المباريات اللي على ارضنا هنا بكره ان شاء الله. طبعا اساسي طبعا، لعب مباريات 10 و10، صنع اهداف 1 و5، طبعا علي متفوق قوي في صنع الاهداف. صنع فرص لزمايله برضو 19، هو متفوق و17 يعني. الثاني برضو لعيب يحيى عطيه الله، طبعا لعيب
كويس لان برضو خبرات واحنا طبعا عارفين ده منتخب المغرب فالراجل يعني عنده خبرات كبيره. العرضيات برضو يتفوق فيها علي 17 ل 13 برغم ان هم بيجيدوا العرضيات في فريق الوداد بالظبط، برغم ان هم نفس المباريات عدد المشاركه التمريرات الصحيحه برضو في تفوق كبير قوي لعلي معلول. ممكن يبقى الراجل الثاني يحيى برضو عنده حته الباصات برضو مش متقنه بالشكل الكافي، واعتقد ان هي في الناحيه الهجوميه برضو مش متقنه بالشكل الكافي. التدخلات طبعا الدفاعيه هنا 9 وهنا 8 طبعا لطبيعه زي ما قلت في البدايه علي معلول، علي معلول عنده حته الشكل الهجومي بيبقى اكثر شويه، فشايف انا المقارنات طبعا لصالح علي معلول واتمنى انها تبقى صالحه بكره ان شاء الله. ان شاء الله ثابت. يعني الجانب بقى الهجومي انت عندك مقارنه وانا بشوف ان هي مفارقه كمان، انت بتقارن اثنين مهاجمين مش شبه بعض خالص. يعني سامبو حاجه بدنيه، الاستامنة عاليه، الورك ريت عالي، كهربا لاعب بدنيا جيد، ولكن هو لاعب بيعتمد على ذكائه في التحرك. ايوه بالظبط، ذكائه في التحرك اكتر منه قدرات بدنيه او يعني تواجد داخل البوكس. ازاي ده انعكس في الارقام؟ صح. خليني اقول لحضرتك كابتن محمد قال كلمه مهمه جدا. قال مهم في الجانب الدفاعي ان ما يجيش فيك هدف. طبعا انا هقول لك بقى على الجانب الهجومي، مهم استغلال الفرص. ما ينفعش تضيع بكره انصاف الفرص. يعني انا بفتكر فرص مثلا احنا ضيعناها في النهائيات بتفضل في الذاكره. فما ينفعش، انا بقول لك ما ينفعش ان انت ايجابي اديني ايجابي. فما ينفعش بكره يبقى حتى يعني نضيع فرص. دي مساله ان شاء الله نحاول ان احنا نستغل قدر الامكان. نلعب اون تارجت، يعني انا دايما بقولها كده، العب اون تارجت وسيب المباريات الكبيره ما بيجيلكش فرص كتير. صح. فتأكيد لكلام احمد. يعني بالنسبه للمقارنه بقى ما بين سامبو وكهربا، هي انا مقارنه بتوضح ان كهربا مهاجم متحرك. متحرك يعني ايه؟ مهاجم وهمي بينزل يستلم من تحت ويفتح مساحات لزمايله. اما سامبو مهاجم محطه، مهاجم قوي بدنيا، مهاجم صندوق. تمام. المشاركات 9 ل 8، ده المقارنه دي من بدايه دور المجموعات لغايه ماتش النهائي. ده مهم عشان ده المؤشر الحقيقي. واصلا الهداف كمان، جائزه الهداف بتتحسب من بدايه دور المجموعات. كهربا جاب 5 تجوان وان شاء الله ياخد الهداف لو جاب جون باذن الله. يعني هيشترك في الاهداف. هيشترك مع بيتر شيلول. تمام. وسامبو جايب 4 اهداف، صناعه الاهداف كهربا اسيست وسامبو مفيش، صناعه الفرص كهربا 5. كل الارقام دي بتبين لك ايه؟ ان كهربا جماعي اكتر، جماعي اكتر وبيصنع جداً. فرص مهاجم متحرك اكتر. المحاولات كهربا برضو اكتر، 18 منهم 9 صح، سامبو 16 منهم 7 صح. تعالى بقى للرقم اللي هو المهم، اللي هو فاز بالتحامات ثنائيه بالنسبه لسامبو، 40 التحام مقابل 3. وده بياكد لك دوره، خطورته هجوميا في الكرات العرضيه وكمان النواحي والجوانب الدفاعيه اللي بيلعب. وبياكد كمان ان هو مهاجم محطه، بيبنوا عليه الهجمه من تحت لان هم بيعتمدوا على التمرير الطولي اكتر. مش فرقه بتعمل تمريرات قصيره زينا وعايزه تبني وتلعب وتستحوذ، لا، هم بيعتمدوا على التمرير الطولي وسامبو هو اللي بيلتحم. بنطلع الهجمه عليه، بنطلع الهجمه عليه. 40 التحام، اعمل كروب يا راجل انت جاي. 40 التحام طبعا رقم كبير جدا. دي حته يا جماعه بس تكمله. اتفضل يا كابتن. طبعا الشغل بتاع نص الملعب مع اللي هم نص الملعب المهاجم عندنا عندنا احنا تمام. مع او عندهم هم دلوقتي عشان هشرح عليها حاجه. اتفضل. طبعا مع اللعيب المحطه او راس الحربه المحطه لازم بيبقى محتاج مسانده من لعيبه نص الملعب. ده حقيقي. فاكيد لازم سكند بول مهم جدا، هيبقى تكمله معاهم. فلعيبه نص الملعب بتاعتنا برضو لازم تكمل مع الناس طبعا. لان الراجل ده محطه وبيسند على حد بالظبط. فلو ما كانش الراجل ده، لو ما لقاش المسانده، هتصعب مهمته جدا جدا، وهتسهل مهمه ايا كان المساج بتاعنا. صح. فدي مهمه جدا جدا، غير اللعيب اللي زي كهربا اللي هو مش محطه وبيجري في المساحات. صحيح. واخد بالك، ياخد الكوره بيروح بيها على الجول. عايز تقطع عليه الخطوه البدري بالظبط، لان هو راس الحربه لما بيسند الكوره وراه حد من المساكين بيبقى عايز بس يبص اي حد. طبعا بالظبط. فانت تاخد انت الكره وسط الملعب، ياخد الكره الثانيه ويقضى على القصه دي. طيب جداً. نروح لحسين الشحات. وانت مصر على سيف الدين بورا. يعني انا مؤكد، يعني هو مخزنه النهائي. هو اتصاب في مباراه صن داونز، حتى بص عدد المشاركات 10 مشاركات. فده بياكد لك ان هو لعيب اساسي في الوداد اصلا، سيف الدين بهرة. فهو انا يعني مؤكد يعني بنسبه حته الفقل حتى يعني. لا خلينا، لا بغض النظر بقى، يعني مقارنه سريعه كده عشان يعني حسين الشحات طبعا رقمه افضل، مسجل 4 اهداف في 8 ماتشات وصانع جون، صناعه الفرص 4 فرص. سيف الدين بهرة 10 فرص وده رقم كويس، بان بياكد لك ان هو مصدر صناعه فرص عندهم. المراوغات الناجحه 13 مقابل 14، حسين الشحات متفوق.
المحاولات حسين الشحات اكتر 15 منهم 7 صح، اما سيف الدين بهرة 10 منهم 6 صح. تمام، عندنا اخر مقارنه بين كابتن محمد مروان عطيه ويحيى جبران، اتكلمنا عن قصه الانذار ولكن عندنا وسط الملعب الارقام بقى وارقامهم. طبعا عدد الدقائق 641 884 طبعا يحيى متفوق فيه طبعا الاشتراك اساسا لعب اساسي 7 لعب اساسي 10 تاكلينج صحيح 23 26 متقاربين. يعني متقاربين تدخلات دفاعيه 16 14 يمكن مروان مركز على الحته دي زي ما قلت لك في البدايه ان هو بيلعب بياخد الكره ويبصيها لاقرب واحد يعني باين حتى في قصه تشتيت الكره هنا 13 جبران و7 فقط عند مروان عطيه تشتيت الكره 7 13 برضو مروان بيسلم الكره في الرجل دايما والاقرب يعني زميل يعني بالزبط. اجمالي التمريرات 526 هنا 568 تمريرات صحيحه 447 493 وطبعا الفروقات دي نتيجه برضو ان 7 مرات 10 عدد الدقائق عدد الدقائق الارقام دي في صالح مروان على فكره فيعني المقارنه هنا صعبه شويه لان فرق ثلاث مباريات دي يعني دقائق كتير قوي يعني تمريرات طويلة 36 49 برضو بتأكد الكلام بتاعي أن مروان بيسلم لأقرب واحد لأن هو متفرغ لمهام معينة يعني. الالتحامات التحامات الثنائية 41 54 ودي نتيجة برضو معدل 7 لمروان 5 ونص لجبران وده برضو تفوق لمروان صنع فرص لزملائه 7 و4 تفوق فيها طبعا مع قلة المباريات إنما رقم عالي كل مباراة بيصنع لك يعني أرقام ومقارنات واستعرضنا كل الجوانب الفنية والدفاعية والهجومية لفريق الوداد يتبقى فقط لغير غدا إن شاء الله يكون التوفيق